شكرا لك دكتور. استاذ حمد، لدى الشيخان اهميه القران الكريم، ولعلنا نفرق الى شيء من التفصيل في مدى تاثير القران الكريم لشخصيه الطفل السلوكيه والتربويه. فهل لك ان توضح لنا هذا التاثير السلوكي والتربوي لشخصيه الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جميعا على الحضور، ونشكر إدارة جامع مسجد جامع أبي عبيدة على تعاوننا الدائم، وعلى العموم كانت أكبر بي أن أكون مستمعا ومستفيدا من شيخين، إلا أن الشيخ عبد الله أصاب عليه واعتذرت إليه بالمرض فلم يقبل، فأسأل الله أن يعينكم على ما أقول. بالنسبة لتأثير القرآن الكريم، تأثير كبير جدا، لأن القرآن الكريم هو من عند الله، والإنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم ليصلح شأن هذا الإنسان، ولو كان هنالك شرع أفضل مما جاء به القرآن الكريم لما بخل به الله سبحانه، لما بخل به الله على عباده. وهذا الخير كما ذكر الشيخ محمد، والبركة تشمل الصغيرة والكبير، ويختصر سيد قطب تأثير القرآن الكريم على النفس الإنسانية بشكل عام فيقول: إن الحياة في ظلال القرآن الكريم نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من عاشها. القرآن الكريم يكون الشخصية المتزنة التي تعطي كل جانب حقه، وهو يساعد على تكوين الاستقرار النفسي لدى هذا الطفل، ويجعله أكثر تحكما في مشاعره. وقبل فترة من الزمن، قبل 7 أو 8 سنوات، جاءني أحد أولياء الأمور من إحدى الجنسيات العربية، وقال لي بأنني لست متدينا، ولكنني أدرك تمام الإدراك أن صلاح ابني، وخاصة في مرحلة المراهقة، يعتمد على توفيق الله سبحانه وتعالى على مدى رفضه بالقرآن الكريم. فشكرته على حسن ظني، وذكرت له بأننا كلنا مسلمون، والخير في الجميع، وعلى الإنسان دائما أن يقترب من تمسكه بالقرآن أكثر. وفعلا يعني قمت بنصح ابنه، والحمد لله رب العالمين، بعد أن اقترب من القرآن الكريم تغيرت كثير من أحواله. كذلك القرآن الكريم يفتح مدارك الإنسان ويقوي ذاكرة الطفل، و يعني يفتح له آفاقا كثيرة. في الحفل الختامي لمسابقة رفض المرتقبة الخامسة التي كانت برعاية فضيلة الشيخ الدكتور كلام بن عدنان الفاروق حفظه الله ونفعنا بعلمه، ذكر قصة عن أحد الطلاب أنه كان يعاني ضعفا في الحفظ، فقام أحد الناصحين بتوجيهه إلى حفظ القرآن الكريم ليتقوى لديه الفهم والاستيعاب وتقوى وتنشط ذاكرته. فقال: كيف ذلك وأنا لا أجد الوقت الكافي للمذاكرة؟ فأصر عليه ذلك يعني الشخص، فبدأ بحفظ القرآن الكريم وأنهى، وتطورت حاله، وعندما تخرج من شهادة
الصف الثاني عشر كان أحد عشرة الأوائل على مستوى السلطنة. كذلك القرآن الكريم يربي الطفل على كثير من القيم النبيلة والمبادئ الرفيعة والأخلاق العالية والمثل الرفيعة. والقرآن الكريم يعني من خلال الأساليب التربوية المبثوثة بين الروايات من الموعظة والقصة والحكم يغرس في نفس هذا الطالب أو في نفس هذا الابن الكثير من الأشياء الإيجابية ويوضح له أسس هذه الحياة ويجعله يتعامل بشكل صحيح مع مفرداتها.